يعني بالخيطة من هون بتنشق من هون، بخيطة من هون بتنشق من هون. هبة الخياطة، ربما هذه المرة الأولى التي ترون فيها أحدا يخيط خيمة، لكن في حياة النزوح لا شيء أبدا يجري بشكل طبيعي. هذه هبة، الطفلة ذات 10 سنوات والنازحة في الشمال السوري، تعيش مع عائلتها في خيمة مهترئة لا تمنع عنهم البرد ولا الحر. هذه الخيوط لا تكاد تفارق يد هبة، ولها معها قصص ممزوجة بالمعاناة. تستقوي هبة بخيطانها على الشقوق التي تصيب خيمتها باستمرار وتفسد شعور عائلتها بالدفء القليل. لا تخفي هبة شعورها بالتعب من كثرة المرات التي حملت فيها خيطانها بيدها الصغيرتين لإصلاح الخيمة. رغم قساوة الحياة على هبة، إلا أن مشاعرها الرقيقة تجعلها تخشى ليس على أفراد عائلتها فحسب، بل حتى على لعبتها الصغيرة الوحيدة التي تملكها في خيمتها، تصنع لها الملابس والوسائد. وإذا ما شعرت هبة بالبرد تضع لعبتها بجانب المدفأة الصغيرة. الخيوط بالنسبة إلى هبة سبب في منحها الأمل، فهي تعلم بأن خيطانها لن تصمد طويلا أمام الرياح التي تقتلع حتى الأشجار، لكن الطفلة تأمل بأن تصمد خيطانها لفترة من الوقت قبل أن يسوء وضع العائلة من جديد. تحلم هبة في أن تعيش بمكان غير خيمتها، لا تفزع فيه مع كل مرة يهب فيه الهواء. يوجد 1.6 مليون شخص يعيشون حياة مشابهة لحياة هبة في مخيمات الشمال السوري التي يبلغ عددها 1300 مخيم. تتكرر كل عام حوادث وفاة نازحين في خيامهم بسبب اعتمادهم على أساليب تدفئة غير صحية، فبعضهم ماتوا بعدما وجدوا أنفسهم محاصرين بالنيران في خيمتهم خلال محاولتهم تأمين الدفء لأنفسهم. حلم هبة وأمثالها من الأطفال ألا يكونوا يوما ما بين ضحايا النازحين الذين كانت خيامهم سببا في وفاتهم.